اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من اخر مزاج. مطبخ اخر مزاج النهارده هيقدم الحقيقه اكل معظمه صيامي. كان الطلب مننا اكل صيامي وقلنا حاضر، احنا لازم هنعمل ونوفي بالوعود اللي دايما بنوعد حضراتكم بيها. فالنهارده الاصناف اللي موجوده معانا اصناف سهله وشيقه ولذيذه وخفيفه على الجيب وجميله جدا. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالكوسه، وهتكون بالمشروم، مش هنحط لها لا لحمه ولا فراخ، وهنعملها بالزيت. اكلنا كله النهارده بالزيت. حاجه كمان هنعمل المكرونه الريبياتا، هنعملها برضو بطريقه سهله جدا وجميله، وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم وتتبسطوا معايا في فقره مطبخ اخر مزاج. هنعمل كمان سلطه البطاطس اللي دايما بنحب ان احنا نروح ناكلها في الاوبن بوفيه او في الافراح، بنحبها. هي طريقتها سهلة جدا، فيهاش أي حاجة صعبة، هو كل التريك اللي فيها إن إحنا بنتبلها بتوم وملح وليمون وشوية زيت بس. احفظي الأربع حاجات دول في التتبيل بتاع سلطة البطاطس اللي بالخيار، تاكلي أحلى سلطة بطاطس في الدنيا. مش عايزين نضيع وقتنا، تكوني محضرة الكاميرا بتاعتك علشان خاطر تلقطي المقادير وتصوريها وتبقى موجودة عندك، منين ما تعوزي تستخدميها تلاقيها. يلا بينا نبتدي ونشوف إحنا هنعمل إيه النهاردة. إحنا بنجيب طاسة، بتجيبي حلة بس طاسة تكون ووك زي اللي معانا دي، تكون غويطة بالشكل ده، وطبعا لازم بنغطيها لما هتيجي تغلي علشان خاطر ما تطرطش عليكي وانتي بتطبخي. طيب الوصفه دي بتكون سهله جدا، فيهاش اي حاجه. بنستخدم لها كالاتي: بتجيبي كوسه، وبنستخدم بطاطس، بتاخد كمان شويه من عصير الطماطم، بصل، وزيت. لو احنا عايزين نعملها عاديه بنحط بدل الزيت زبده، وبنستخدم المشروم كبروتين بدل اللحمه وبدل الفراخ. البروتين المشروم بيتعامل معامله البروتين. تعالي نشوف احنا هنبتدي مع بعض دلوقتي وهنعمل ايه. هنيجي هنا نحط شويه من الزيت بالشكل ده. الطاسه بتاعتنا اهم حاجه ان هي تكون سخنه، وما تكونش طاسه البيض اللي احنا بنشتغل فيها او ان احنا نكون بنعمل فيها فول. انا عايزه الطاسه اللي بالشكل ده. خلاص هقوم رافعة البصل الأول أهو، وبعدين البصل أنا ما بحمرهوش تحمير إن أنا بخليه يتسبك، لأ، أنا بحط البصل في الزيت بحيث إن هو ياخد السوى السوتيه ويطلع الريحة بتاعته بس. هنحط رشة من الملح بالشكل ده كده مع التقليب المستمر لحد لما تلاقي البصلة كده بتاعتك ريحتها فاحت وبقت حلوة. هتبصي تلاقي البصله اما تبقى نارك كده عاليه هتلاقيها شدت معاكي وابتدت تدبل على طول من غير ما تاخد معاكي اي مجهود. خلاص هتحضري بقى عندك المشروم. انت عايزه تستخدمي المشروم وحدات صحيحه بالشكل ده، عايزه تستخدميه متقطع ترانشات زي ما تحبي، في كمان بيبقى قطع بيتباع جاهز بيبقى في الكنز. انا بفضل اللي هو الفريش بيكون احسن كتير، ولكن لو مش متوفر الفريش فالمعلب بيقوم بنفس النتيجة. بنقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وبعد كده هقوم نازلة بالمشروم بشوحه مع البصل علشان ياخد نفس الطعم اهو. عايزة بقى انا احيق المشروم ده واخلي طعمه حلو جدا. هحط له هنا شوية فلفل اسود، ودايما بنوطي ايدينا واحنا بنحط الفلفل الاسود عشان ما يخليكيش تعطسي. وادي شويه من بهارات اللحمه. طبعا احنا بهارات اللحمه بنحطها مع المشروم هتدينا نفس الطعم الحلو الجميل اللي احنا بنتبل بيه اللحمه. وهقوم نازله بالثوم اهو، ثوم الحلقات. هنبص نلاقي ريحة الثوم كده أول ما هتبتدي تطلع، هبتدي على طول أقوم نازلة بالبطاطس. ليه هنزل بالبطاطس الأول؟ مهم جدا لازم يا بنات أقولها لكم علشان في حاجات دايما بنقع فيها هي بسيطة جدا. الكوسة لو اتحطت من الأول، الكوسة من الحاجات اللي زي القرع فيها مية،
فهي الكوسة بتعامل معاملة القرع، هي فيها مية، فأنا لو حطيتها على النار من بدري هبص ألاقيها استوت قبل البطاطس، فالبطاطس لما بيخش نص سوا بقوم ضيفاله الكوسة، ما بحطش الكوسة على النار من الأول حتى في شوربة الخضار، بسيبهاش تغلي. الكوسة كل ما تغلي هتلاقيها اتهرت. فتعالي نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. هاجي هنا واقوم نازله للبطاطس بالشكل ده كده، واشوحه مع المشروم ومع كمان البصل ومع الثوم ومع البهارات بتاعه اللحمه اهو. عارفه بقى ان انت كمان لو عايزه تعمليها صيامي ممكن تسقيها مرق خضروات. مرق الخضروات هيديكي ليها طعم حلو جدا اهو. هحط تاني شويه ملح لان البطاطس من الحاجات اللي بتشرب الملح، حتى لما تيجي تعملي الاكل بتاعك وتبصي تلاقيه الملح بتاعه زايد قوي تعملي ايه؟ تقومي جايبه بطاطسايه وحطاها في قلب الاكله بتاعتك تغليلها كده غلوتين، هتلاقي البطاطس على طول هتقوم سحبه الملح اللي في الاكله. وحاجه كمان هقولها لك، لو الاكل بتاعك حراق هتعملي ايه؟ تحطي معلقه سكر. يبقى احنا بنعادل الحراق بمعلقه السكر، تبصي تلاقيها بقت بارده، ولما تيجي الاكل تلاقيه حادق تحطي له بطاطسايه اهو. هقلب بالشكل ده كده. بعد ما قلبت كده هبتدي هاجي هنا وهقوم نازله بعصير الطماطم اهو. واول ما هتبتدي تغلي هقوم نازله بالكوسه، بس البطاطس كده تغليلها غلوايه حلوه. هسيبها هنا على البوتاجاز بالشكل ده، وهاجي على العين التانية وابتدي اعمل صوص المكرونة الريبياتا. طيب انا هنا عايزة اجيب غطا علشان اغطي بيه الطاسة بتاعتنا دي، وابتدي اسيبها تغلي. قبل ما اغطيها او بعد ما اغطيها تعالي نعيد مع بعض احنا عملنا ايه. حطينا شوية من الزيت، وبعد ما حطينا الزيت نزلنا بالبصل الجوانح، ادينا له تتبيله كده حلوه برشه ملح، نزلنا بالمشروم السليم قلبنا تقليبتين حلوين، ونزلنا ببهارات اللحمه وحطينا شويه فلفل اسود، بعد كده نزلنا بالثوم، بعد ما شوحنا الثوم الخلطه كلها رحنا نازلين بالبطاطس، تقليبتين كده حلوين وجمال وزي الفل زيكم، رحت نازله بعصير الطماطم. هسيبها بقى كده هتبتدي هي تغلي، وبعد لما هتغلي هنقوم ضايفين الكوسه. الكوسه مش هضيفها دلوقتي. طيب ايه موقع الصلصه؟ الصلصه انا بستخدمها في الطبق ده لو انا حسيت ان الطماطم بتاعتي خفيفه او لونها فاتح. لو هي خفيفه او لونها فاتح بلون بس بالصلصه، ولكن ما بحطش الصلصه كتير. خلاص هجيب الطبق ده كده هنا على جنب، وبعد كده هرفع طاسه ثانيه على البوتاجاز علشان نعمل المكرونه الريبياتا. كتير مننا جدا ما بيبقى في نادي، بيبقى في مصيف، بيبقى في اي حته، اسهل طلب يطلب المكرونه الاريبياتا، حتى الاطفال كلهم بيحبوها لان مكوناتها سهله وما فيهاش اي حاجه صعبه وما فيهاش اي حاجه تقيله على بطن الولاد. هي بتبقى عباره عن مكرونه بنه مسلوقه وعصير طماطم، وطماطم بيتقطع برينواز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه مع الفلفل الحار مع توم. بستخدم بقدونس للتقديم وجبنه رومي لو هي مش صيامي، لكن احنا النهارده عاملين الاطباق بتاعتنا صيامي، فالجبنه الرومي هنعمل طبق فيه جبنه رومي وطبق ما فيهوش جبنه رومي علشان نراضي كل الاطراف. سلطه البطاطس بتاعتنا برضو مكوناتها النهارده سهله وبسيطه جدا. بتجيب الخيار وتقطعيه بالشكل زي ما انت شايفاه كده، والبطاطس بيتقطع كاريه. بنستخدم ادي الليمون وادي الثوم، وهنستخدم لها الملح اهو. ما بحطش فلفل اسود، ليه ما بحطش فلفل اسود؟ اي حاجه بيضه
ما ينفعش ان احنا نحط عليها فلفل اسود كتير علشان ما تغمقهاش وتخليها لونها رمادي. عايزه تستخدمي فلفل ممكن تستخدمي الفلفل الابيض، هيديكي برضو طعم حلو جدا وجميل وشيق ومميز. عايزين نرجع هنا تاني ونبص على البطاطس، هي بالفعل اهي بدت بتغلي، بس انا هسيبها تغلي شويتين كمان علشان انا عايزه فعلا البطاطس تستوي. طيب ايه راي حضراتكم، عبال ما هنسيب البطاطس تستوي هنروح لفاصل بسيط جدا مش هنتاخر عليكم، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.